إذا رح نحكي الآن عن الجنريتر أكشن اللي موجودة في هذا الدي سي موتور. أي دي سي موتور لما بشغل هذا الدي سي موتور وببدأ يلف عمالي بستفيد منه، رح يتحول في داخله إلى جنريتر، رح يصير في بداخله جنريتر، يعني كأنه كل موتور في بداخله رح يصير جنريتر، وكل جنريتر في داخله رح يتكون موتور. إذا خلينا نشوف شو بيصير هلا. هذا المحرك أول ما بديت ما كانش فيه كرنت، ما كانش فيه حركة، حطيت فيه كرنت ولسه ما كان فيه حركة، رح يبدأ يتكون تورك، مش هيك؟ فورس، والفورس هاي مضروبة في الديستنس رح تكون تورك. بدأ هذا المحرك يتحرك. هلا لما بدأ يتحرك شو تكون عندي هلا؟ الفلكس. عندي فلكس أصلا، ما كان في فلكس، كان عندي من الأصل. شو الجديد تكون؟ حركة. حركة. إذا صار عندي فلكس حسب قاعدة اليد، عفوا حسب قاعدة اليد اليمنى، عندي هون فلكس من الأصل، وتكون الآن عندي حركة. إيش راح يتكون عندي إذا؟ فورس. الفور مش فورس، يتكون فولتج لخمسة. عندي أنا هون فلكس، أي الفلكس بهذا الاتجاه، تكونت عندي حركة، مش بدأ يلف على هذا السلم. الحركة اللي تكونت من هون إيش راح تكون بدل منها؟ هذا الإلكتريكال راح يتكون فولتج. الفولتج راح يحاول يعاكس إيش؟ التيار اللي يحاول يعاكس الفولتج الأصلي اللي تسبب هذا. الفولتج الأصلي وين البولاريتي تبعته؟ البلس هون، البلس سبب كرنت داخل، مش هيك؟ تذكروا هاي إذا رسمناها هون مرة ثانية. هاي الكرنت ماشي هيك، مش هيك؟ فالكرنت داخل هون وطالع من هون، إذا الكرنت داخل هيك وطالع من هون، هذا راح يكون فولتج معاكس، هي اتجاه الفولتج، إذا الفولتج هيك اتجاه وين راح يكون البوزيتيف تبعه؟ هون. إذا راح يتكون عندي هون، بتحب نحطها هون إذا بدك، نحطها هيك، ونحطها هيك، هذا راح أسميه كأنه V generated، وهذا V generated. لاحظوا الفي جنريتد ايش علاقته بالفولتج الاصلي اللي سبب الكرنت؟ معاكس له، لانه هذا راح يحاول يمشي الكرنت هيك، بس هذا راح يحاول يمشي الكرنت هيك، وهذا راح يحاول يمشي الكرنت هيك. اذا هذا معاكس له حسب اي قانون؟ حسب لينز لو، ومتوافق كمان معنا مع قاعده اليد اليمنى. اذا هذا بنسميه باك اي ام اف، في بي اي ام اف. هذا باك اي ام اف نقطة مهمة جدا. إذا شو راح ألاحظ في البداية؟ أول ما بشغل السيستم ما راح يكون في باك اي ام اف، مظبوط؟ إيش كل اللي بقاوم الكرنت؟ الكرنت يمشي الريزستنس اللي هون والريزستنس اللي هون، مش هذا له ريزستنس حتى لو كان قليل، مظبوط؟ إذا أول ما بحط أنا الفولتج هون بسكر هذا السويتش راح يمر كرنت. في البداية ما فيش عندي باك اي ام اف، ليش؟ أول ما ببدأ ليش ما عندي باك اي ام اف؟ مش فيلوسيتي، ما في حركة. لما ما يكون في عندي حركه ما فيش عندي، مظبوط؟ تذكروا هاي الجنريتر، الجنريتر ايش بده حتى يتكون عندي فولتج؟ بده يكون في فلكس، في فلكس، بس ايش اللي ما في في البدايه؟ فيلوسيتي، ما فيش عندي حركه. اذا ما في حركه في البدايه راح يكون هذول زيرو. اذا الكرنت ايش راح يمر الكرنت هون؟ راح يكون بس ايش؟ في سبلاي على ار، مش هيك؟ بس هلا صار في تورك وبدا يتحرك. لما بدا يتحرك شو صار بهذا الباك اي ام اف؟ بدا يتولد عندي باك اي ام اف، مش هيك؟ صار في حركه. لما تولد عندي باك اي ام اف من هون ايش صار يعمل؟ صار يعكس، يعني يعاكس الفولتج سبلاي اللي موجود هون حسب لينزز لو. اذا هذا الباك، طب هذا الباك اي ام اف على ايش بيعتمد؟ قيمته على ايش بتعتمد؟ على حركه السرعه، على السرعه، وعلى ايش كمان؟ وعلى الماجنتيك فلوكس. اذا هذا الباك اي ام اف، في باك اي ام اف بتناسب مع الفلوكس اللي موجود. بتحب تحطه فلكس، بتحب تحطه بي، بيصير كمان. المهم انه هو بتناسب مع الفلكس ومع ايش بتناسب؟ مع في. بس بالحاله هذه هي مش بي لينير، هي ايش؟ هي اوميجا. ايش وحده اوميجا؟ ريديانز بير سكند، وهي وحدتها هون. اذا حطيتها فاي راح تكون وحدتها ويبر، اذا حطيتها بي راح تكون وحدتها سيستم. إذا هون راح يتكون عندي باك اي ام اف، إذا في داخل هذا المحرك، بس هذا المحرك بدأ يتحرك يتكون عندي باك اي ام اف، الباك اي ام اف هذا راح يحاول يقاوم الفولتج الأصلي اللي سببه حسب لينزز لو وحسب قاعدة اليد اليمنى.